هذه ساعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة كفافين. مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نعاود نرحب بكم وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات إذاعة كفافين، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي على 91.5 95.2 105.6. اليوم في حكاية الناس والمدة ثلاثة سويع من نص النهار حتى الماضي ثلاثة نحكيو على ظاهرة النشل، ظاهرة السلب البركاجات. اليوم المواطن أصبح خايف، يتلفت على يمين على يسار، معاش ولا عايش في أمن وأمان، مع أنه نذكر ديما ونشد على أيدي المجهودات للمنظومة الوطنية للأمن اللي قاعدة تخدم بشدة وقاعدة تخدم وتحاول بجهود كبيرة وكبيرة جدا في التصدي للظاهرة هذه، إلا أنه الظاهرة هذه قاعدة تتفشى أكثر وأكثر في بلادنا، في وسائل النقل العمومية، في الشارع، في أي وقت من النهار. اليوم ولاو خايفين رواحهم، عندها أثار كبيرة توصل حتى للاعتداء معناتها حتى على الجسد، إن كان معناتها الجرائم اللي قاعدين نشوفوا فيها. اليوم معنا عبر الهاتف السيد رضا مرويني عن الجمعية، جمعية أفاق للأمن الداخلي والديواني والمختص في العنف ضد المرأة والطفل، باش يحكينا أكثر لأنه هو على أرض الواقع وقاعد يشاهد في العمليات هذه، نصور أكثر ما ينجم يعطينا تفاصيل كان هو. ألو عسامة سي رضا. ألو مرحبا بكم. مرحبا بكم في المستمعين. صباح النور، شنو أحوالك؟ الحمد لله إن شاء الله تكون بخير ونعمة. فمشي مطر ساعة كي تبدأ تونس بخير؟ الحمد لله نحن دوك أكيد جدا أكيد إن شاء الله يا ربي تكون ديما بلادنا بخير. احنا ديما كي نحكيو على الظواهر هذه الاجتماعية رانا نحكيو ننقدو باش نصلحو، رانا نلقيو الضوء على الحاجات السلبية، مش على خاطر نحبو نوريوها، لا، على خاطر احنا نحبو نصلحو بلادنا على غيرتنا لبلادنا وعلى حبنا لبلاد هذه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سيما سي رضا، لو كان تحكينا اليوم نحكيه على ظاهرة السلب ونحكيه على ظاهرة النشل، وانت أكثر إنسان على الميدان قاعدة تشاهد وقاعدة تشوف، معناتها خاصة أنه فما مراهقين، فما منظومات، فما معناتها ويؤدي هذا الأسباب امتاعه. أكيد أنا خل نبدأ نوضح شوي لكافة المستمعين بخصوص جرائم سرقتكم. باش نعطيه مؤشر لكن ما نحبوش نرجعوا التوانسه بحكم انه المؤشرات هذيا طبعا مخوضه حسب المحاضر والقضايا المنشوره في الحكم. اي تونس التقرير الثاني المؤشر الجيب العالمي لسنه 2019 شنو يقول؟ تونس معناها تدخل المرتبه العاشره عربيا في جريمه السرقه و53 دوليا في تطور جرائم الاعتداء على الجسد البشري. يعني مراتب تسمى عربيا و53 دوليا، يعني مراتب تسمى في المراتب الاولى، لكن مع الاسف ما نتمنوش تكون مراتب اولى في حكايه اخرى. لا هذا شنو ينجر قلبه؟ علاش احنا تونس توا وخذات المرتبه هذيا؟ احنا الجرائم تاع السرقه ونقولوا احنا السلب تحت التهديد وقتها انخفضت، انخفضت سنه 2019 2020، انخفضت بحكم انه يعني الحظر على كورونا وعندنا كل هذه بحكم أنا تنجم العباد نجمت يعني تسيطر على العباد باش ما يخرجوش في الليل في وقت معين. لأنه رجعنا تو كالعادة نفس المؤسسات على السرقة والنطرة والبركاجات سواء كان في الأوتوروت يعني في طريق السيارة. جاء آخر وضعية صارت الإعلامية اللي أخذت ضجة كبيرة، الناس كل في بالها به الإعلامية اللي تم معناها بركاج بتاعها في طريق السيارة. أي شنو هي معناها النتائج اللي خلفت لها؟ ضرب معناها جروح في الوجه والى اخره. الظواهر هذه اختي انجر عنها هو البطاله والعزوف عن الدراسه. يعني العزوف عن الدراسه من الصغيرات اللي اعمارهم من 15 17 18. انت هنا اذا كان هو يخرج من المكتب ما عادش يقرا، شنو هو باش يلقى في الشارع؟ باش يلقى الفئات الجرميه اللي تشتغل. اي وباش يولي يطلب موارد ماليه باش ينفق على روحه باش يلبس وباش أنا يولي يبحث عن موارد للرزق باش ينفق على روحه باش يصرف على روحه، وما يلقاش منين اكيد في العمر هذاك منين باش يجيب الفلوس. يعطيك الصحة، باش يسجل السرقات هذيا عن طريق السلب تحت التهديد. الا انه نحن نقولوا الفئات هذيا نجموا نسيطر عليهم، نجم نضع حد للظاهرة هذيا. انت عندك حاجة في طرقات كل الرامبونات، خلينا نحكيو بلغة درشان الرامبون يكون ما في مفهم دي كاميرا ولا؟ اي فهم دي كاميرا، الكاميرا هذيك اللي شنو مشغوله؟ للمراقبه يصير تحت البركاج، للمراقبه يصير تحت الاعتداء بالعنف هكا ولا؟ الا انه في رقم كل ما تلقى حتى شيء باش تمشي تاخذ، باش تاخذ
السيكونس نتاع العمليه هذه تحب لك اجراءات كبيره باش تخدم السيكونس هذيك. يولي مواطن مسكين يدخل يقول فك علي انا نحاول تليفوني ولا فكوا لي فلوسي ولا ضربوني دافع لهم ما كان عارف. والجميع العمليات اللي تصير على 100 عمليه نتاع براكاج ولا نتاع نتر ولا نتاع سلم تلقاش 10 500 في يشكي ورا. اي. ما تشكيش الناس ما عادش تلتجي لعباد المراكز باش تشكي. خاطر يمشي يشكي هذاك ما يلقاه مش ما يلقاش حقه لكن ما يلقاش شكون ياخذ له الاجراءات نتاعو باش يتمكن من معرفه السيد اللي قام بالسرقه نتاعو ولا بالسلب نتاعو. العزوف هذايا شجع العديد من الفئات هذيا الاجراميه باش تزيد توصف العمل نتاعها. ويجيك بجنب منطقه وبجنب مجمع امني ويسرق ويبراكي هذاك وينطر وما يخافش. اي يعني اصبحت معناتها اليوم اصبحت الجريمه هذه نتاع السلب والنشل والسرقه والبركاجات اليوم اصبح معناتها يقوموا بها بدون خوف وبكل معناتها كما نقولوا معناتها ما عادش خايفين حتى من الامن. لا ما عادش يخاف مع الاسف. ما دام ما فماش تتبع ما دام هو يجي بجنب وحده امنيه هو الامن قاعد يقوم مجهود راهو ما نجموش نقولوا ما فماش تتبع هو حتى كان يصير لكن هل انه القوانين من بعد في القضاء هذا اللي بعد اللي يصير. لا لا خلينا سامحني خلينا صراحه الكلمه كي قلت انا ما فماش تتبع مش يعني المركز والوحده الامنيه قامت بالاجرام تاعها وما خفاش جزاؤه للقضاء. نقولوا قلت كي يصير عمليه نتاع سطو ولا عمليه براكاج ولا يضربوه انسان ولا يفكوا له تليفونه في عز النهار بالاختلاف ما 13 ولا 14 في وسط مكان عمومي. اي. الكل معبي بالكاميرات سيفونس هكا ولا؟ اي. باش تفسر هذا انت؟ يعني. السيد معروف وجهه ماهوش لابس قناع على وجهه ولا لابس ماسك ولا كاكول هكا ولا؟ اي. على زوز على موتور وقفوا بجنب الكهرباء كسر لك البلار ولا دخل يدفك تليفونك ومشي على روحه. اي. ويعرف روحه اللي هو مراقب من الكاميرا راهو جنب ميغاستاسيون تاع لاباج ولا قدام موتير ولا قدام بلاصة مكان معين ويجي ما يتمش متابعته. المواطن كي يمشي يشكي المركز تحب له وقت كبير باش ياخذ الكاميرا هذوك وتحب له اذن قضائي يشتغل عارفين القضاء قانوني باش ياخذ لكن طول العمليه للمواطن يفد المواطن يخدم مثال باش يمشي ثلاثة أربع مرات خمس مرات يبحث في المركز هكا ولا؟ باش يقول لك انا خدمتي باش تمشي علي على جر باش نمشي نتبع في تليفون تاع 800 ولا مليون يفك عليه. شفت انا وين المشكلة احنا اللي عندنا. هما الاجراءات اللي تاخذ وقت هي اللي تزيد تعطل وهي تزيد اللي تخلي تستفحل يمكن اكثر الجريمة لانه يقعد كما قلت انت تطول باش يطلع سيكونس فيديو باش يهزوا باش وباش وباش. بالطبيعة. اليوم نحكيو تأثيرات ايه. انسان عمل نطر تليفون ولا ضرب انسان معناها شوال وجهه وهرب ينجم يتعرف عليه. ايه. ماهوش معناها مش حاجة صعيبة. اليوم الفئة العمرية الأكثر اللي معناتها حسب ما أنتم قاعدين تشوفوا على أرض الواقع اللي قاعدة معناتها تقوم بالعمليات هذه بعملية السلب بعملية النشل. الفئة العمرية هي نجم تقول الطاغية على معناها على العمليات هذه اللي هي بين 14 و 17 يعني مراهقي 14 و 17 سنة تقام هم اللي ضارعين واللي هم يعرفوا شو يعملوا ومعناها ما يحاول بأزيد عملية سلب وأجل عملية منها افتكاك وضرب المواطنين والاعتداء بالعنف على المواطنين. مع الأسف معناتها هذه الانقطاع المبكر عن الدراسة هذه الانحراف معناتها هذه الكل اللي يخلي الصغيرات هذوما كذلك حتى المشاكل العائلية العنف داخل الأسرة عدم معناتها استقرار الأسرة هذه كل اللي يخلي والخلط زادة يخلي الصغيرات هذوما يضيعوا في مرحلة مازالت معناتها صغيرة وصغيرة برشا اللي في عوضهم يكونوا مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة مكانهم اصبح الشارع واش انت تعرف مخاطر الشارع. بالطبع احنا شو نقولوا التساعد هذا من الظاهر نتاع الجرائم يتعاونها كلها بين التغيرات الاجتماعيه والتربويه والثقافيه والامنيه. يعني احنا اذا كان نوفر لهم ديما نقولها انا اذا كان نوفر لهم مثال ترفيه وتوفر لهم معناها المناخ السليم اللي باش ينجم يعيش فيه ما نتصورش كان باش يرجع يعمل يعني العمليه نتاعو اللي باش يعاود يسرق ولا يسلب المواطنين هو توفير المكان الملائم للطفل. المصحف والله نتاع الطفل لازم نخموا فيها ويزم الاطفال خاصه المراهقين اللي في العمار بين 14 و 15 اي المراهقين
والشباب. نعم. المراهقين والشباب الفئة العمرية هذه يلزمنا نخمموا، خاصة اللي ينقطعوا عن الدراسة واللي ما يمشيوش معناتها يقوموا بأي تكوين، ما عندهمش ما يعملوا، عندهم وقت فراغ كبير، يلزمنا نخمموا لفضاءات إن تحتضنهم كذلك تسمحهم، فما ظروف اجتماعية تكون قاسية، فما أزمة اقتصادية قاعدين يعانيوا، فضاءات تحتضنهم تسمحهم توجههم باش يبعدوا عن الجريمة وما تبعها. بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الأمنية، احنا نشوفوا في الليزور دي كونت في الامبوتياج، يعني بين مثلا من النهار حتى من ساعتين ومن الأربع حتى الست نتاع العشية، ثم بعض الأماكن اللي تكتظ فيها فيها معناها المرور ما تلقاش معناها وحدة أمنية الدور هذيك، اللي هو قبل نعرفوا انه كان ثم الدراجين، يعني تكثيف تواجد الأمني في جميع، خاصة عن أوقات الازدحام، أوقات الذروة، عن أمام المعاهد والمدارس، في محطات الوسائل النقل العمومية هكا، خاصة الدراجات النارية. خاصة احنا قبل كنا نذكروا ما الناس كنا نعرفهم الحملات كانوا معناها يسدوا برشا عمليات معاك، تو ما عادش متواجدين، ما عادش نشوفهم بالكل. اي زيد نحكيه على حاجة أخرى، خاصة في المناطق السياحية السياح يتعرضوا ياسر زيد للعمليات النشل والسلب، هذه ساعات من الأمور المسكوت عليها شوية راهو، ويخافوا أنه من النشل لأنه يضروا شوية بصورة السياحة التونسية، لكن موجودة، لكن قاعدين نشوفوا فيها وقاعدين نسمعوا فيها، احنا على أرض الواقع نشوفوا، احنا هنا في مدينة الحمامات كمنطقة سياحية نسمع كل مرة على سائح قاعد يتعرض لمثال عملية براكاج. ما بالنسبة للمناطق السياحية مأمنة جدا جدا، لأنه العديد من الفرق الوحدات الأمنية متواجهة في الأماكن السياحية، كما قلت لك معناها تمس سور تونس، تمس معناها من علاقاتنا بدول خارجة الصديقة، لكن إذا كان احنا متواجدين في المناطق السياحية والمناطق الأخرى شكون نخليوها؟ بالضبط، خاصة المناطق الداخلية، المناطق الخطيرة، المناطق المصنفة خطيرة اللي ساعات تكون شعبية برشا والناس معناتها تخاف أن تدخل لها، لأنه فما مناطق معينة في تونس العاصمة أو في حتى ربوع الوطن الكل في الجمهورية كل مناطق معينة تلقاها معروفة، كل منطقة هذيك ما ينجموش يدخلوا لها السكان، يخافوا منها. أكيد احنا توش أنت كلمة قلتها صح ممتاز جدا، المنطقة السياحية، المنطقة السياحية مأمنة، وكم يصير فيها عملية سل تصير مرة على في 15 يوم في 20 يوم ولا عادة ما تصيرش، لكن المناطق الداخلية نتاع التونسية ماهيش مأمنة، أنت امشي تول أي مفترق تاع طرقات ما تراش فيه تأمين، نجي مثل رمبان تاع تونس من تحت ما تلقاش في تامين، انت تجي غادي الناس كونتر وزهروني حي الزهور الملاسين هذوما ما ندخل كلها تصير فيها عمليه النطره وتصير فيها عمليه السلب، ما ثماش حتى تامين. بينما كان تمشي المدن السياحيه مثل ما غير ما نسمي ما تمس اجنبي ولا سائح حتى صحيح في ربع ساعه ربع درجه، وهذا هو كما قلت انت التكثيف والتواجد الامني، كذلك القوانين والتشريعات يجب النظر فيها شويه، لانه كما قلت انت كاميرات المراقبه موجوده النظر فيها. وقبل هذا كليك نحموما كظاهرة اجتماعية، نحكيه زادة على الأسرة اللي يزمها تربي، نحكيه على المدرسة اللي يزمها تقري وتعلم، نحكيه على كل ما يحتضن الشباب هذوما من دور ثقافة، من يسمعوا فيهم من علم النفس، أخصائيين نفسانيين اللي يتقام متواجدين إن كانوا في المعاهد في المدارس، باش يسمعوا الناس هذوما اللي قاعدين أكيد عندهم وراءهم قصص تكون مؤثرة، ضغوط اجتماعية، ظروف اقتصادية، تفكك أسري، يعني أكيد ما نتصورش الإنسان يخلق باش يمشي للعالم هذا باختياره. لا، كلامك صحيح، لوجيك هو التفكك الأسري هو اللي يساهم معناها بدرجة كبيرة في الظواهر هذه الجرمية. خاصة التفكك الأسري هو اللي كان سبب معناها في تفاخم الظاهرة هذه. لأنه الصغير إذا كان يلقى أم وأبوه ما همش عايشين في الدار ومطلقين ولا عنده مشاكل عائلية ولا أبوه ماهوش يصرف عليه، راهو باش يلتجي للطرق هذه. وهذا مش مبرر. معناها باش نبرروا له انه ينجم يعمل باش يلبس ولا بشكل اكيد جدا معتحب. اكيد احنا ما نبرروش، احنا نوريو الظواهر هذوما ونحاولوا نسلطوا عليها الضوء باش نعملوا قراءه نقديه باش نحاولوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه، واحنا نحبوا ديما المجتمع التونسي يكون مجتمع معناتها كله رقي وازدهار وكله معناتها حضاره، لانه حتى ولو فما نسب نتاع معناتها نتاع جريمه مرتفعه او كذا، لكن نحاولوا نخزروا الجانب الايجابي. أكيد احنا أملنا في المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية والجمعيات معناها باش يساهموا في حد من الظاهرة هذه والتوعية حتى
الاذاعات ولا في التلفزيون باش اكيد اكيد خلق فرص شغل خاصه للبطاله، للناس اللي تفاق من نسبه البطاله. الناس هذوما ما يبحثوا على المال، انهم هو الكسب، يبحثوا عن الكسب السهل، لكن كي نخلقوا لهم فرص شغل نقللوا من نسبه البطاله ويمكن تقل نسبه الجريمه. شوف بالنسبه للشباب التونسي راهو الخدمه موجوده، لو برشا راهو بشي تدخل كشي معناها خدمه موجوده. الخدمه موجوده بدايه انا ما كشفت انت لجانب يجي يخدموا هنا عندنا تو. خاصه الافارقه. صحيح ولا؟ اي صحيح. لكن الشباب التونسي اصبح يلوج على الكسب الساهل والطريقه السهله باش يكون عنده الفلوس. بالضبط، ما عادش يحب بمعناها يخدم بالمعناها بسوم صغير وبعد بشيء بشيء، ولا يحب يركز كما قلت انت المال كثير في معناها ظرف وجيز جدا جدا. هذا هو ما وهذا هو التفكير بعضه. اللي يلزمنا اليوم نخدموا عليه ويلزمنا اليوم نطوروه ونحسنوه ونحاولوا انه نغيروا التفكير هذا لبعض الشباب نتاعنا. شكرا لك سي رضا، شكرا على مداخلتك. يعيشك والى اللقاء. مستمعينا انتم زادة تنجموا تتدخلوا معنا على رقم الهاتف 72 280 300 وتعبروا على رايكم في موضوع حلقتنا لليوم اللي هو النشل والسلب، السرقه، البركاجات، كان تعرضتوا الموقف ما عليكم، كان تتصلوا بنا والكلمه ليكم. ترتيحة صغيرة بالموسيقى ونرجع لكم.